اتهام قتيل من السودان لإثيوبيا قبل قيام مصر ضرب سد النهضة، والسيسي يفاجئ المصريين وينزل الشارع. ننشر لحضراتكم التفاصيل وتصريح مفاجئ من وزير الخارجية التركي عن الوزير الخارجية المصري، وتفاصيل قيام الصاروخ الصيني بالمرور بسماء مصر اليوم لمدة 7 دقائق ومفاجأة، وتفاصيل اصطدام عربة مترو الأنفاق. ننشر لحضراتكم التفاصيل، ومصر تكشف حقيقة اصطدام كويكبات بالأرض ومرورها بسماء القاهرة. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ بالأخبار الساخنة معانا النهاردة، واتهام خطير من السودان لإثيوبيا قبل قيام مصر ضرب سد النهضة. الحكومة السودانية طلعت بتصريح خطير أمس الجمعة، الكلام ده كان يعني على الساعة 8 بالليل تم نشر هذا الموضوع. الحكومة السودانية أكدت إنها قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم الملء الثاني لخزان سد النهضة دون اتفاق. نقول تاني، الحكومة السودانية بتقول لك إنها قادرة على إرغام إثيوبيا غصب عنها إنها ما تملاش الملء الثاني لخزان سد النهضة دون اتفاق، واتهمت إثيوبيا بالسعي لفرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى. وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قالت في مقابلة مع قناة بي بي سي إن الخلافات بشأن سد النهضة يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية للجانب الإثيوبي. وزيرة الخارجية أوضحت إن موقف السودان ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، واتهمت إثيوبيا بأنها لا ترغب في ذلك وإنما تسعى لفرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى. شددت على وجود تنسيق بين السودان ومصر على أعلى المستويات بشأن سد النهضة. أكدت إن التنسيق يتم بصورة مستمرة وكبيرة لمنع إثيوبيا من ملء خزان السد دون اتفاق. ووزيرة الخارجية في مفاجأة إنها بتستبعد اللجوء للخيار العسكري إذا استنفذ كل الخيارات المتاحة، وأشارت إن السودان سيواصل التصعيد السياسي والقانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والتحكيم الدولي. وفي وقت سابق وصفت المهدي سد النهضة بأنه بمثابة سيف مرفوع على رقاب السودانيين. أكدت أن العامل الأساسي في مفاوضات السد هو مصلحة السودان أولا وأخيرا دون انحياز إلى أي طرف على حساب مصلحة السودان. يعني أنا من وجهة نظري مش هتقدر وزيرة الخارجية أنها تطلع تصريح بالخيار للجوء العسكري، ولكن نقطة انها تقول ان السودان قادرة على ارغام اثيوبيا على عدم الملء الثاني لخزان السد، ده تصريح خطير جدا ويحمل يعني معنى واحد ملوش تالت. يعني احنا لما نيجي للجانب الاثيوبي نلاقي ان هو بيقولك احنا هنملى الملء الثاني في معاده ومحدش هيقدر يوقفنا ولا في قوة على الارض تقدر تمنعنا، والسودان تطلع تقول انها قادرة على ارغام اثيوبيا على عدم الملء الثاني لخزان سد النهضة دون اتفاق. فاذا يعني هذا الامر يعني واضح جدا، ولكن ما ينفعش وزيرة الخارجية تقول لك او تصرح لصحيفة او قناة زي بي بي سي وتقول لك احنا هنلجأ الخيار العسكري. طبعا هيبقى في ادانة دولية، يعني الامور معقدة ولكن واضحة، حضراتكم اكيد فاهمين هذا المنطق. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر اخر، والرئيس السيسي يفاجئ المصريين وينزل الشارع. وفوجئ محمد رمضان البالغ 39 سنة بالرئيس عبد الفتاح السيسي امامه خلال تفقده اعمال التطوير بالمحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة. ووصف محمد رمضان هذه اللحظة بأنها باب السماء اتفتح له. والشاب الذي يدير سوبر ماركت أكد أنه ارتبك كثيرا عند رؤيته الرئيس السيسي أمامه، إلا أنه اعتبر اللقاء المفاجئ استجابة من السماء لدعواته الكثيرة. دعيت ربنا امبارح في الليلة الوترية
وقلت يا رب ما تحوجنيش ولا تزلني لحد بسبب كثرة الديون وتراكمها علي. وفي اليوم التاني خرج مع زوجته وولاده مستقلين موتوسيكل ليوقفهم موكب الرئيس، والرئيس فتح باب العربية وقال للي معاه خلوه يجي هو ومراته وولاده. رمضان أكد أنه كان يسير في طريقه إلى منطقة الزاوية الحمراء حيث يعمل هناك في محل سوبر ماركت تمتلكه زوجة شقيقه، وقال والله كان في جيبي ما يكملش 130 جنيه وكنت ماشي أكلم نفسي وتابع ربنا استجاب لدعاية، كنت ماشي تحت كوبري مسترد ولقيت الرئيس بيقول مرني طلباتك ايه، وكررها مرتين كأن باب السماء اتفتح ليا. وأضاف صليت الجمعة ومشيت في طريقي لقيت ضباط كتير وعربيات كتير، خفت ومشيت بعيد، لكن لما لقيت الرئيس رحت عليه ونده عليا قال لي تعالى وسمعني. انا ما طلبتش منه حاجة عشان ما كنتش مصدق نفسي. مصدر معانا كان من RT، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر اخر معانا، وتصريح مفاجئ من وزير الخارجية التركي عن الوزير الخارجية المصري. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو قال انه يمكن ان يجري لقاء مع نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري في الفترة القادمة. ونقل قناة NTV عن وزير الخارجية التركي قوله ان فترة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر. وردا على سؤال حول التعيينات المحتملة للسفراء قال اوغلو لم نناقش ذلك بعد، وسيعقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين، التوقيت ليس واضحا بعد، بعد ذلك سنلتقي، ستتم مناقشة تفاصيل ذلك هناك. أغلو اللي هو وزير الخارجية التركي تحدث ونظيره المصري سامح شكري وزير الخارجية اتكلموا عبر الهاتف يوم السبت الماضي وتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو أول اتصال مباشر بينهما منذ بدء المساعي الدبلوماسية. القاهرة قالت إن تصرفات تركيا يجب أن تظهر التوافق مع المبادئ المصرية لتطبيع العلاقات. الشهر الماضي طلبت أنقرة من قنوات التلفزيون الإخوانية العاملة في تركيا تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لمصر في أول خطوة ملموسة لتخفيف التوتر بين مصر وتركيا. المصدر معانا كان من صحيفة زمان التركية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، وتفاصيل اصطدام عربة مترو الأنفاق. وكشف مصدر بمترو الأنفاق في مصر تفاصيل اصطدام عربة قطار بدعامة معدنية من ممر المترو بمحطة قباء بالخط الثالث، وتحديدا في شارع جسر السويس. المصدر أكد أن إحدى عربات النقل اصطدمت بممر المترو نظرا لارتفاع حمولة القطار، مما أدى لسقوط جزء من جسم المحطة المصنوع من الألومنيوم، والذي تسبب في تهشم جانب من أجزاء المحطة دون وقوع خسائر بشرية. المصدر وضح وقال إن حركة الخط الثالث للمترو لم تتأثر بالحادث، خاصة وأن الجزء المتضرر بعيدا عن سير القطار. أشار إلى أنه جاري حصر الأضرار وإصلاحها، وتضم محطة قباء مصاعد كهربائية لنقل الركاب من رصيف الشارع إلى رصيف القطار، وكذلك ماكينات آلية لاستخراج التذاكر لتفادي الوقوف أمام الشبابيك، بالإضافة إلى أن المحطة تم تصميمها على الطراز الأوروبي. بدأ تنفيذ المحطة في عام 2012، وكانت التكلفة الإجمالية تصل ل 128 مليار جنيه. تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مراحلها الأولى والثانية والرابعة، وجاري استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة منها. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد، والحمد لله الموضوع عدى على خير، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل لخبر آخر معانا، وتفاصيل قيام الصاروخ الصيني بالمرور بسماء مصر اليوم لمدة 7 دقائق. رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية أكد أن مرور الصاروخ الصيني في سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين في كل مرة، وقال أنه تواجد لأكثر من 7 دقائق لكن لا يمكن مشاهدته بسهولة. القاضي أشار خلال مؤتمر صحفي للمعهد إلى وجود تواصل من المعهد مع الجانب الصيني بشكل مباشر لمتابعة تطورات وضع الصاروخ لديهم. أوضح أن غرفة عمليات المعهد مشكلة ومجتمعة بشكل مستمر لمتابعة الأزمة، مؤكدا أنها حوادث الحطام الفضائي متكررة، وأن الصاروخ الصيني ليس الأول من نوعه.
مصدر معانا كان من RT، يعني هذه رسالة يطمئن بها الشعب المصري ان يعني الصاروخ تأثيره مش هيبقى كبير، ده بعد الشر يعني لو وقع على مصر، فده مش شيء جديد ولا شيء خطير، ويعني اطمنوا يا مصريين. انتقل لخبر اخر معانا، ومصر تكشف حقيقة اصطدام كواكبات بالارض ومرورها بسماء مصر. كشف اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر حقيقة انباء منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حول اصطدام كويكبات بالارض ومرورها بسماء القاهرة هذا الاسبوع. قال شاكر لموقع صدى البلد ان مرور مثل هذه الكويكبات ليست امرا نادرا الحدوث. لفت الى انها تمر بمسافات امنة من كوكبنا، حيث تكون هذه المسافة اضعاف المسافة بين الارض والقمر. اضاف انه يمكن رؤية تلك الكويكبات في السماء، وعلى حسب لمعانها يحدد نوع المنظار الذي يمكن رصدها، وفي الغالب يتم رصد هذه الكويكبات بمناظير الهواء البسيطة. وأشار إلى أن لكل صخرة أو كويكب مدارا خاصا ووقتا محددا لظهورها في السماء، أكد على أنها لن تحدث أي خسائر. مصدر معنا كان من صدى البلد، وبرضو أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نأكد على حضراتكم بآخر خبر معانا، وأعلن معهد البحوث الفلكية في مصر أن هلال شهر شوال سيولد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 11 من مايو 2021. المعهد أفاد بأن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار بالسنغال ونواكشوط بموريتانيا ومراكش وفاس بالمغرب. وقال ان القمر يغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة ب 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدة تتراوح بين 11 و14 دقيقة. وأشار إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب الشمس بمدة تتراوح بين 3 و17 دقيقة، وتابع بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجريا، وتكون بداية شهر شوال 1442 هجريا فلكيا يوم الخميس 13 مايو 2021 عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بألف خير، وجينا لنهاية نشرة الاخبار. كان معكم العبد الله الفقير اسلام الامير من قناتكم مصر ميديا اي بي على اليوتيوب، واسلام الامير مصر ميديا اي بي على الفيسبوك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.